هاي الاكل صار على الطاوله، بدك تاكل ولا لا؟ ما قلت لك بعد هالتهديد وهالوعيد رح يفتح الباب؟ ايه قبر قلبي، لانه هو بيحبنا وما بيهون عليه زعلنا. ايه بحبكم، بحبكم كثير كمان. ايش انا مين الي من الدنيا غيركم انتو مريم؟ بس مريم راحت، صفيتولي انتو. ان شاء الله بتقبر قلبي شو مساير وحنون. قلت لك يا عم عبدو ما بيهون عليه زعلنا ورح يقبل ياكل. المهم ياكل يقبر قلبي، لانه من امبارح ما فاتت اللقمه لتمه. بس يعني ما بدي اياكم تفهموني اني انا مقضرب عن الاكل. انا نفسي ما كنت بعرف تاثير مريم علي لهالدرجه. يلا تقبرني من ايدك وكل، ان شاء الله غيمه وبتعدي وبترجعوا لبعضكم مثل السمنه على العسل. اكيد يا محبده بدهم يرجعوا مثل السمنه على العسل، لكان الست مريم بيهون عليها السيد حسان. يا اعوذ بالله. اللهم اجعله خير. ان شاء الله تكون اللي عم تدق الباب الست مريم. يا ميت اهلا وسهلا ومرحبا بعمي ابطالي. اهلين فيك. نسيتنا موجود؟ ايه موجود. شرف تفضل. يلا شرف. 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 يلا يلا. ليك عدو منورها، يستر على عرضك. ما بدي هلا انت بك سود وشي قدام الجماعه يلي الله يسود وشك دنيا واخره بجاه الحبيب المصطفى. لك يا بني ادم، انا قلت لك انه العضوات عم يرتبوا يجوزوا العزابيه، ما في داعي يخطبوا وتجوز. وبلكي طلعت اشاعه بتروح من ايدك هالعيله الكريمه يا دب. لك مو إشاعة، أنا سمعت العضوات اليوم بإذني. يا سيدي معناتها مندلن على بيت الجماعة وهن بيروحوا بيطلبوا لك البنت. عال معناته خلينا نأجل السيرة ونحكي مع العضوات. لك يا بني آدم، لك يا بني آدم آخذ موعد من أخوها وما رح سود وشي لو بدي أتجوزها. أنت متجوز لك عيدو وبتني كرمال ما يسود وشي. أي 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 لك رح تخلع ريدي. عمي حسان أنا شاريك والبنت شاريتك والعيلة عنا قش لفة شارينك، ولا بيهون علينا زعلك ولا بأي حال من الأحوال، بس أنت بتعرف أنه للضرورة أحكام والضرورة بتحتم علينا أنه نطول بالنا على البنت. نحن اللي علينا ساويناه والباقي يا رب العالمين، وما بدنا نخسر البنت. لا سمح الله. لا سمح الله يا عمي، لا سمح الله. وما بخبي عليك، لو كان الضرب بيجيب نتيجة لكان ضربتها ليوم الدين. والحقيقة أنا جربت وضربتها ما جابت إلا الخيبة، ريتها إيدي انكسرت ولان مدت عليها. بس شو أعمل، بلحظتها خرجت عن طوري. معلش عمي، أنت بتمون علينا كلها. الموانئ إلى حدود وبدها تكون بالعقل. مزبوط، عم تحكي مزبوط. خلال المدة هاي ما في أي ضوء إنه تقبل البنت ترجع لك. نوب. عمي حسان أنا بداية حديثي قلت لك نحن شارينك، وهلا برجع بأكد لك إنه فعلا نحن شارينك. فإذا أنت شارينا هذا الشيء بيسعدنا وبيبهش خواطرنا، وإذا لا هذا حقك وكل مين إله نبي بيصلي عليه. نحن يا أخي أبو طالب شارينكم ورح نضل شارينكم ليوم الممات. وكمان السيد حسان شاريكم ليوم الدين يا عمي أبو طالب. يا ريت يا أبو يحيى اسمعها من صاحب الشأن وبعضمة لسانه. أنا شاريكم عمي، شاريكم وشاري كل شي متعلق فيكم. شو بتفصل
أنا جاهز. كلامك على راسي من فوق فوق. شان كون جميع قالي عندي عمي أبو طالب. حاصلوا عمي. تفضل. شغلتنا يمكن تطول. بنتظر. الله يبارك فيك وبمرباك. الله محييك عمي أبو طالب. عمي أنا اتضح لي وتيقنت أنه في حدا عم يلعب فيي وبعيالي من لما تنصب زعيم لحد هلا. أنا ما قبلت مهاني بحياتي لا مشان زعامي ولا مشان غيره. بس هلا قررت إني أتعقبه لابن الحرام لحتى حاسبه حساب عسير. عم تحكي مزبوط عمي وأنا معك 100% وأكيد في حدا له مصلحة من وراء هذا الشيء اللي عم يعمله معك. أنا ما كان بدي هالمنصب ولا هالسلطة بس هلا لا رح أتمسك فيهم بس لأعرف مين ابن الضلالي. لو جاي لعندي وقايل لي بده زعامة أقسم بالله لقال له خود مبارك عليك 10 في 10 بس بهالطريقة هي لا. أكيد عمي حقك. لذلك عمي هي قدام خالتك أم عبده وقدام أبو يحيى بتحب تضل بمسارك ورا هالحقود ابن الحقود هذا خيارك. بتحب تبعيد كمان هذا خيارك. شو قلت عمي؟ شور شورك والرأي رأيك. إن شاء الله خير عمي. شو خالتي؟ تعيد لحالك؟ علي خالتي اللي تقبرني فيك شي؟ والله يا خالتي بكذب عليك إذا قلت لك ما فيني شي. يبعت لي حمى عليك إذا ما كان الشغلة الطلال رح أجيب لك شي كايني لا سمح الله. لا خالتي لا هالمرة طلال ما له دخل. شو لك مشغول بشغلة تانية يعني؟ بتصدقيني إذا قلت لك؟ بصدقك. ورحمة عباس وكل الغوالي تحت التراب ما بعرف شو اللي شاغلني. محتار ومشلوش وما بعرف شو السبب يا خالتي ما بعرف. ايوه في شي غريب عجيب مخليني كل الوقت محتار ودايخ. دايخ يا خالتي. ومن ايمتى صاير معك هالشي يا خالتي؟ والله ما بعرف يا خالتي هي ايام بس تقولي حاملني الهم من عمر. هلأ رح تحكي معي بالألغاز وتفور قلبي أكتر ما هو فاهر لك أمي؟ لا لا خالتي القصة مو قصة ألغاز. أنا هيك مخربط وحلتها. والله ما بعرف بس حاسس حالي مخنوق. يبعت لي حمى عليك. لا تدعي حالك خالتي لا تدعي حالك. يا خالتي بدي اسمع كل هالكلام وما بدك يعني ايدي على حالي. مساء الخير يا جماعه. مساء النور. عليك خالتي مساء النور. شو سهرانين؟ واكيد مو ناقصكم غير كاسه شاي اكرك عجام. عملنا بريق شاي صبوحي. امرك معلم. اركون هون لا تتحرك. شو وين؟ مين؟ أهلين وسهلين. أهلين عيدو بيه. أهلين أبو الهول. يا حي الله شلونك؟ والله الحمد لله مش طمني. شو أم حول لشعيري؟ لك أم حول عفشت لك يا وجبت لك يا معي. وينه؟ ليش هيك مرعوب؟ لك مو مرعوب بالعكس خجلان منك. أيوة مو لحالي يعني. المهم لا موديلو عجبك؟ بجنة الحمد لله. ايه خذنا طريقك. يلا يلا يلا. حتى كمان بالليل بيحمل خنجر. بوس ايدك رجعني مثل ما اخذتني. ليش مو عاجبك؟ مين ابو الهول؟ بنوب. لك ليش؟ بعدين انت ما قلت لي انه النسوان طوال ما مشيوا معك. ايه بدك تجوزني وحده اخو ابو الهول. ليش شو فيها؟ المهم هلا شو بدنا نعمل؟ هلا فريتي. وين وين هلا وين هلا وين هلا وين هلا بس حاضر وين هلا؟ ما بعيدوا بيك.
عيدو عيدو. بسم الله الرحمن الرحيم. عم بحلم يعني؟ خير يا مدحت؟ معذرة يا خانم، أبو طالب على الباب بده يقابل الآغا. أبو طالب؟ شو بده بهالليل؟ والله ما حكى يا خانم. طيب، فوتوا أنت لبين ما في الآغا. ماشي. يا آغا، يا آغا. قوم أبو طالب إجا لعنا، قوم. أبو طالب؟ إيه؟ شو جابه بنص الليل؟ لك ما بعرف، قوم وفهم منه، قوم. ليكون حاسس على شيء؟ لا لا، ما بظن، أنت قوم وفهم منه شو في. قوم. زمان عملها ونام برا. لا يا باباي، الغدر مو من شيء انه رجال بنوب. ها ما حدا قتالك غيري يا واطي. عود بأرضك ولا أخ، نزل بالوطك بالأرض ولا بسرعة مشي قدامي لشوف. يا شدلتو يا بديتك ابن عباس، ولك اديكم بدي عايش. شو هو؟ هدي امك لي، الف صحه وهنا. خلص امي بكفي. لا تقبريني، بس هالقمه الله يرضى عليك، بس هالقمه. والله ما تقدري تقبريني، بس هالقمه. الحكيم قال لازم تطعميكي اكل مغذي يعني مشان تقوي وتخلصي من هالبلوى هاي. أمي كيفو أبي؟ ليش ما عم يسأل عني؟ ليش زعلان مني؟ أبوك يزعل منك؟ إيه عنده ياكي بالدنيا كلياتها تقبريني. لا يا مريم، ما أنتي بتعرفي إنك المدللة عند أبوكي. مزبوط والله، أبوكي ناطط محاطط علي صاير فيكي. هو تقبريني عصب عليكي وطلع عن طوره من خجلته من جوزك. أنا ما قلت لكم لا تجيبوا سيرة جوزي؟ خلص تقبريني، الله وكيلك ما عاد نجيب سيرته. خلاص ما قلت لكم لا تفتحوا سيرة قدامي، اطلعوا لبرا. قوموا اطلعوا لبرا، قوموا اطلعوا لبرا، كلكم اطلعوا لبرا، يلا اطلعوا لبرا. لك والله ما عاد نجيب سيرته، الله وكيلك ما بعد نجيب سيرته. اهدي لك امي، تكوني بحالك، تكوني بحالك. لا حول ولا قوة الا بالله. لك شو صار للبنت؟ لك كانت تموت على جوزها، شو صار لها؟ أنا بقول هذا جوزة حاكي له شي كلمة هازز لك يا ريامو. يا أما سببها شي مسبة وبتعرفوها لأختي حساسة، ولا شو اللي بده خليها تكره هيك بلا سبب؟ مو معقولة بس صوركم مو تبع مسبات؟ لك قتل حاله لحتى أخذها لأختكم؟ لكن شو اللي قلبها هالقلبة طالما لا مسقية سقية ولا معمل لها عمل مثل ما قال الحكيم لأبي؟ خلص أنا من بكرة رايحة لعن صهري، بدي أفهم منه شو السيرة. مين اللي مصلحة يلعب فيي وبعيالي ويزاحمني على الزعامة يا مرد آغا؟ هذا مؤاخذة، ما فهمت عليك، ممكن يعني توضح أكثر؟ مرد آغا، أنا تأكد لي بدون أدنى شك إنه في حدا من الحركة كان طمعان بالزعامة، ولما ما حصل عليها بلش يلعب فيي وبعيالي وينهال علينا بالضربات من كل حد وصوب. أيوة، لذلك قررت من هلأ ورايح أني حط راسي براسه وأعرفه وأفضحه بين الناس. بس يعني عدم مؤاخذة، مو لازم تعرف بالأول مين هو؟
الحق معك يا ابو هتام، لازم اعرفه بالاول مين. عشان هيك حبيت حطك بالصوره وشاورك بالامر، لانك هدئ وفطين وبيهمك امري وامر الحاره. انا بخدمتك يا ابو طالب. بعرف انك قدها يا ابو هتام، لذلك التجأت إلك ومادت إيدي المساعدة لنعرف مين وراء هالعيك. وبعدا منا أكيد رح نحط إيدينا بإيدين بعض لننهض بهالحارة. وصلت يا أبو طالب، من عيني هاي قبل هاي، وأنا أخوك بعهد الله. أصيل يا مراد آغا، أصيل وأخ وعزيز وتؤتمن. زعيمنا وحبيب قلبنا، اهلين وسهلين. تفضل شادي عمي. بدي احكي معك جوز كلام. ليش لا؟ تفضل فوت. لا مو بدنا نروح نشوف الشيخ بلال ونقعد بخان السجاد. ايه بس معقول يا دار ما تسرعك رجال قهوه. بعدين على عيني، بس بدل الثياب وشي. يلا خذ راحتك. هريبة اللي قوص على ابني من المستشفى، وإجا بعدها حريق دكان الخياطة وشوكات، وبعدها سرقة القمايش، وبعدها الإقواص على ديوان الزعامة بأول يوم بدون ساعة بدو. وشي اللي صار ببنتي اللي بعمري ما وجهت لها كلمة، وما بعرف إذا غيبة طلال جوز الثانية شغلة من الشغلات المدبرة. وشلشتي وشغلان بالي وبال عيالي دايم الدوم. لا في إنا بالموضوع، وبده يكون حدا عم يشتغل فيني كزعيم، لأنه هذا الشيء كله حصل من يوم ما تنصبت زعيم. طفح الخيل ولازم أعرف مين عم يشتغل فيه ولو على دمي. يا الله أخاف عليك. ما هيك ولا يهمك، شرف. يا الله لك اختي. تقولي عينه صابتنا؟ اكيد عينه صابتنا لك اختي، اكيد. لكن شو، من يوم ما تنصب ابوكي بالزعامه لليوم ما شفنا خير. مزبوط. لكي بعد حما للزعامه وللتنصيب وللجاهات، اذا بدها تاخذ منا الهداوه وراحه البال لك اختي. طولي بالك اختي واستهدي بالرحمن. لكولي على قلبي لك اختي، من كتر المصايب فوق راسنا ما تفضينا نسأل عن طلال. عايش
ميت محموم على قلبه. معك حالك اختي، بس هذا حظنا ونصيبنا. ولي على هالحظ لك اختي، كل اللي تنصبوا وتزعموا ما جرى لهم اللي جرى لنا. مسحي دموع هيك ولا تفرجيهم لامك لانه مو ناقصه. طيب ابوك رجع؟ لا لسه ما اجى. الشهادة لله كلامك صحيح يا أبو طالب، يعني من يوم ما سلمت الزعامة لليوم ما ارتحت لا أنت ولا عيلتك. شلون كانت رايحة عن بالنا هالسيرة يا جماعة؟ اللي راح راح يا أبو عدنان، نحن أولاد اليوم لازم نتكاتف حتى نعرف مين صاحب المصلحة، مين اللي بده يلهينا عن شغلنا اللي تنصبنا من شانه كزعيم وعضوات خارة. معك حق يا سيدي، اللي بيأذيك كأنه أذانا. مزبوط هذا الكلام؟ أنا بقول يا جماعة شغلة واحدة بس، حدا من الحارة كان طمعان بالزعامة ولما فلصت منه التجأ للعيب والمشاكل. هذا كلام مزبوط. صحيح كلامك درر، وأنا قلتها قبل يا شيخنا وبقولها مرة تانية، بالأساس أنا ما كان بدي لا هالمنصب ولا هالسلطة، وأنتوا بتعرفوا هالشي. ونحن بنشهد يا أبو طالب. صحيح، نحن عملنا لك رجلين من أصاب لحتى قبلت بالزعامة. مزبوط شيخنا، بس أنا اللي مستغربه أنه ليش بعد ما تنصب زعيم زادت المشاكل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس ما بتترك حدا بهمه يا أبو طالب. ها هاي مراد أغا شرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل ارتاح لنحطك بالصورة. تفضل تفضل استريحوا. شرف اللهم اجعله خير. شيخنا قبل شوي مراد أغا كان هون وحكيت له. ها هاتوا لنشوف، نورونا بشو كنتوا عم تحكوا. كنت عم بحط الإخوان بالصورة اللي حكيت لك إياها قبل شوي يا مراد أغا. أيوة وهي أنا أمامكم يا جماعة، إذا حدا كفؤ أكثر مني بهالزعامة أنا متنازل عنها. عم يشكي عم للخلايق يا خوف يكون حاسس بشي. أنا يا أبي. أنا يا بنتي شو كنتي عم تعملي برا؟ يا أبي سمعت صوت حصان. صوت حصان؟ إيه يا أبي. حصان مين؟ ما بعرف، طلعت لشوف مين ما لقيت حدا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بيكون كابوس يا بنتي كابوس. قلتك يا أبي؟ من وقت اللي رجع هالضلالي من بيروت والكوابيس ما عم تفارقنا، والأنكى من هيك ترك عنا السرسري مشان زيد كوابيسنا. إيه الله لا يوفقه ولا يوفق السرسري تبعه. وطي صوتك يا بنتي وطي صوتك، هلأ بيسمعنا وبيعملنا مشكلة مع الأغا لأنه الظاهر رزيل وقليل أصل.
ليش بيشتغل عنده غير يلي مثله؟ إن بعد العسر يسر يا بنتي. وبعدين معه رح يبقى لزقان على قلبنا يعني؟ بيفرج الله يا بيبي، بيفرج الله. قومي يا بنتي رح يطلع الضوء، خلينا نصلي الصبح. يلا جاي. صبوحي حاضر معلم. اسمعوني منيح يا رجال، اذا فاق الزلمه بتطعموه وبتسقوه ماشي، بدي اياه يصحصح تماما. صار ابو ضاي بضل تحت نظركم. لكن لك فكره يا ابو ضاي. شرف محسن. شرف، روح مع محسن. يلا أكلت مريم؟ أي تقبرني أكلت. أكلت مليح ولا مصورني؟ الله وكيلك أكلت لحتى شفت. لازم أكل غزي ودسم، هيك نبه علينا حكيم. ها عم طعمية تقبرني والله عم طعمية. سوى قهوة تعرف يحكي معكم. إيه أمرك يا دي. بعرف لك عمار. خير محمد، شو في؟ امبارح حلمت حلم رهيب. يا لطيف، شو هالحلم بقى؟ شفت حارتنا عم تحترق يا عمار. شو هالحكي؟ شفت حارتنا عم تحترق من أربع تركان. الحريق رح يوصل لبيتنا لك عمار. كابوس فظيع كان يا عمار. كابوس فظيع يا عمار. فظيع. صلي على النبي وطول بالك. أكيد أنت عم تشوف هاي المنامات لأنك طول الوقت عم تهدوس بأمك. قولتها؟ أكيد. خايف يا عمار يكون صاير شيء بالحارة ويطال والدتي. صدقني مثل ما عم قلك يا محمد، عم تشوف هالمنامات لأنه طول الوقت عم تفكر بالحارة وبوالدتك. ما بعرف، ما بعرف يا عمار. هي علينا، رح تبقى هيك تتنهد وتتصفن أبو حميد؟ قلبي مشغول وحاسس إنه في شيء عم يصير بالحارة. لك ما في داعي لهالوسوسة، حارتكم مثل الليرة. لك ليش ناقصني قلبي يا عمار؟ بدي عد لك الديباجة يعني؟ خلصنا بقى، خلينا نقوم نروح على الدوام هلأ. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. أخي أنا متأكد إنه في شيء صاير بالحارة. محمد، طالما الفرنسي طلع من البلاد معناتها ما في شيء رح يعكر الحارة. صحيح الفرنساوية طلعوا من البلاد، بس لهلا عم نسمع عن السرقات والزعرانات والجرائم اللي عم تصير. عمار البلد لساتها قايمة قاعدة. اللهم طولك يا روح. القصص اللي عم تصير بالشام كل ما أنا عم تزيد ورح تقرب على حارتنا. بدك يعني ما خاف على أمي لك عمار؟ أنت لا تفكر بهالقصص وخليك بدراستك. كيف بدك يعني ما فكر بهالقصص وأنا كل يوم والتاني عم شوف كوابيس؟ رح نرجع لنفس الديباجة يا محمد. خلص لفها بقى وانسى ووكل الله. لا اله الا الله يا رب. الله يخلينا يا اخي ابو طالب ولا يحرمنا منك. يجبر بخاطرك بلا ما تحكي شي الليله مع البنت. منبوس ايديك ورجليك يا ابي، لا تغصب مريم على ذكر اسم جوزها، عم تجن وتفقد صوابها. خلي لك طالب يا ابي، مشان الله ما تحكي معه، اتركها على حالها اسبوع 10 ايام اللذي منه. يرحم والدك. لا خلصنا بقى. يعني تقبرني ما رح تخصبها ترجع عن جوزة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. لك يا أم طالب، الليلة الفايتة أنا رحت لعن جوزة فهمته أنه يتمهل رجعتها بالوقت الحاضر حتى نفهم شو قصتها. ربي يجبر بخاطرك يا بي. ولا يطيمك يخلي لنا ياك يا رب، من يوم يومك حنون. المهم تفضل تقبرني. من خلال الأحاديث يا أم طالب تبين لي أنه في حدا عم بيلعب فينا بالحارة. يو وهذا الكلام موجه لكم صالحة ومال الشام. قول يا بي عم نسمعك كلنا. ايه تقبرني عم نسمعك. كأنه في حدا من الحارة طمعان بمنصب الزعامة. ايه معناتها بلاها بلاها يا بي، بوس ايدك ورجلك بلاها، ما عم تجيب لنا غير المصايب ووجع الراس. ليكني شحني من شوي كنت عم قلها لأختي. ايه يا بي بلاها وبلا غلبة وهمها. ابو طالب الله يجبر بخاطرك،
إذا مثل ما عم بيقولوا البنات كل هالمصايب وكل هالمشاكل اللي عم تنزل على راسنا من ورا منصب هالزعامة اللي قابر حاله بلا يرحم والديك بلا كان راح شيخ الشباب طالب من بين إيدينا يوميتها يا بي من ورا هالقصة ايه يا بي ويوم اللي اختفوا الأمايش كان انحرق البيت فينا الحمد لله لولا الله تلطف فينا كان أخي نايم عند مريم كان راح من بين إيدينا وما كان بيناتنا هلا ريتون ينشكوا بقلبهم ألف خنجر يلي عملوا هالعملة وخير الله كتير يا رجال كنا عايشين ومبسوطين ومو ناقصنا شي ايه انا عندي ضفر ولد من ولادي بيسوى زعامات الكون كلياته لك انا بالاساس ما بدي هالمنصب بس انتو ألحيتوا واقنعتوني ان شاء الله بتقبرني يا ابو طالب ليش احنا كنا عرفانين انه كل هالمصايب بدها تجينا من ورا راس الزعامة ولا كل هالهموم تنزل على راسنا يا بي يا بي لو كنا عرفانين انه هالمصايب رح تجينا من ورا الزعامة ما كنا ترجيناك وقتها وقلنا لك تقبل فيها شو قلت تقبرني بيصير خير يا طالب بيصير خير يرحم والديك إذا مثل ما بيقولوا البنات إنه كل هالمصايب وكل هالمشاكل من ورا راس الزعامة بلاها بلاها الله يوفقك بلاها بس مو قبل ما أعرف مين اللي عم يسبب لي هالبلاوي الزرقاء هي مو قبل ما أخذ حقي وحقكم وحق طالب من عيونه وعيون اللي خلفوه وفوق منها حق مريم منها لحقود الخسيس وبعدين لك الحادث حديث يا صباح الخيرات والليرات تقبر قلبي تعا فطار تقبرني تعا صباح الخير خالي سعد صباحك يا عمري انت عود خالتي عود شو وين ابو يحيى لسه ما اجى تقبرني اذا وعدك بهالوقت اكيد هلا بيجي بيكون على الطريق ان شاء الله هدي خاطرك ونمت منيح من بعد ما حكى معك عمك ابو طالب كلام عمي ابو طالب كان بمحله بس اللي مضايقني هو مريم ولك حتى صوتي ما لقدراني تسمعه معلش تقبر قلبي كلها كام يوم بترجع لطبيعتها وإذا طولت بهالحالة لا يوه ما رح تطول عم قول وإذا يعني إذا طولت هلا أنت أكرم من الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ها أبو يحيى يمكن إجا لو أفتح له أنا أهلين وسهلين صحي السيد حسن ولا لسه يا أم عبدو لك شبك ليش هيك عم تحكي معي ومكركب حالك لأنه الليل مبارح بطوله ما نمتوا يا أم عبدو ليش بقى؟ عم فكر بموضوع السيد حسن وخطر لي خاطر أخو أخته شو هو؟ هلأ فوتي وبتسمعي جوا الحديث يلا فوتي تفضل تفضل يلا ما في وقت صباح الخير سيدنا صباح النور تفضل عود فطار سيدنا جنابك حكيت قدام حدا من أهالي الحارة إنك راح تحط دابك بداب هالابن الحرام يلي عم يعمل هالعماير بعمك يا سيدي ليش عم تسأل يا أبو يحيى؟ جاوبني بالأول وبعدين بقلك ليش إيه حكيت شو المشكلة؟ قدام مين حكيت؟ حكيت بالمخفر وبالديوان قدام عمي أبو طالب والعضوات الله يصلحك على هالعملة اللي عملتها يا سيدي أوف ليش؟ كان لازم تخلي هالشي بينك وبين حالك يا سيدي ليش بقى؟ لأنه شو عرفك حدا من اللي حكيت قدام منهم ما رأى لهم هالحكي تبعك ويكون هو اللي عم يعمل العمايل لأنك قلت بعظمة لسانك لا بده يكون الفاعل من الحارة أبو يحيى فهمني لشو بدك توصل؟ اللي بدي أوصل له يا سيدي كونك بالأساس مالك موكل بالتحقيق بمشاكل الحارة ومو شغلك تحط راسك بهالطابوسة لأنه رئيس المخفر هو المسؤول عن مشاكل الحارة ايه ايه بتكون احمرت عينهم منك وبلشوا يشتغلوا فيك انتقاماً لتدخلك بشي ما بيعنيك من هالناحية أبو يحيى معه حق وضحولي أكتر يا جماعة وضحولي أكتر أبو يحيى كلامه واضح يعني هو بدي يقول لك إنه يمكنها في حدا سمعك بإنه أنت بدك تحقق بالشي اللي عم يصير ببيت عمك ايه صار بدي ينزيحوك لأنك أنت ضابط فهمان وبدك تفضحهم يحرز دينك يا عم عبدو لأنه هذا اللي بدي وصل له يا لسيدنا وما عم قدر ركز يا جماعة يعني اللي عم تحاولوا توصلوا لي إياه إنه تدخلي بالقصة ما رأى لا للمخفر ولا للعضوات مشان هيك عم يحاولوا يأذوني جوات بيتي صح؟ لا سيدي مو ضروري يكون رئيس المخفر أو العضوات لا حول ولا قوة إلا بالله ما أنا ما حكيت إلا قدامه إيه بجوز الجماعة حاكين هون ولا هون ومنتشر الخبر بكل الحارة وهذا اللي صار مشان هيك رئيس المخفر والأعضوات لا يمكن ينزعوا عليك يا عيني عليك يا أم عبدو كمان هذا اللي بيقصده وبس ما عم أقدر ركز
معنات كلامكم بيأكد كلامي إنه الفاعل من الحارة. إيه طبعاً سيدنا، أكيد من الحارة. شو رأيك بكلامي سيدنا؟ كلامك كتير معقول. إيه معقول ونص، لأنه الليل بطوله ما نمت وأنا عم فكر بهالسيرة. والحل برأيك؟ أول باشتان بدك تجاوبني بصراحة. على شو؟ بدك تواصل تحرياتك ولا بطلت بعد موقف الست مريم؟ يا معقول يا خالتي تترك بيت عمك بهالمعمعة؟ لا مستحيل. طالما بتعرفوا جوابي ليش عم تسألوني؟ بعدين أكيد بدي تابع تحرياتي. معناتها سيدي يعني بتواصل تحرياتك على هسي من غير ما حدا يعرف من أهالي الحارة، لا إنس ولا جن، مشان اللي عم يشتغلوا فيك ما يبقوا يشتغلوا فيك ليل نهار. هيك أحسن خالتي، لازم تكون متكتم. ومن الأحسن يا سيدي إنك ما توضح لأهالي الحارة شو عم تعمل. بالعكس كل أهل الحارة لازم يفهموا إنه أنت عدلت عن هالسيرة نهائياً.